أهلا بكم من جديد. رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. وبناء على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا عالميا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد قرر مجلس الوزراء إعفاء الشركات الصناعية التي تصدر ما لا يقل عن 30% من منتجاتها إلى الخارج والقائمة في المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من الإيجار المستحق عليها لفترة 3 أشهر، وذلك بدءا من شهر يوليو لعام 2020، وإعفاء الشركات العاملة في القطاعات الأكثر تأثرا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري ورسوم أول 3 أنشطة تابعة للسجل التجاري لعام 2020، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع الرسوم السياحية للربع الثالث من عام 2020. وقعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مذكرة تفاهم مع شركة البحرين للاستثمار العقاري إيداما، وذلك بهدف تنمية وتعزيز العوائد الاقتصادية المشتركة بين الطرفين. وتضمنت بنود مذكرة التفاهم اتفاق الطرفان على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنسيق والتعاون فيما بينهما لإيجاد آلية مشتركة لتنظيم عملية إدارة وتطوير واستثمار العقارات التي تؤول ملكيتها لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتي ستتكفل بها شركة إيداما نيابة عن الوزارة لتحقيق العائد المناسب من خلال الاستغلال الأمثل لتلك العقارات. أعلن رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا النتائج المثمرة لجهود التعاون بين هيئة الطاقة المستدامة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والتي أثمرت عن استحداث نشاط فرعي تجاري جديد خاص بهندسة الطاقة المتجددة تحت السجل التجاري للشركات والمؤسسات الاستشارية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتشجيع زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. ألبا تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة أقوى الشركات الصناعية في الشرق الأوسط لعام 2020. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1293 نقطة بارتفاع بنسبة 0.17%، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,547,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 250,000 دينار تم تنفيذها من خلال 31 صفقة، وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7377 نقطة بانخفاض بنسبة 62%. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلقت عند مستوى 4238 نقطة بانخفاض بنسبة 41%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3459 نقطة بارتفاع بنسبة 23%، لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم.
أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 1817 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التفاصيل مشاهدينا في العرض التالي. فتح مجلس المناقصات والمزايدات الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية مظاريف 45 عطاء لست مناقصات مطروحة من 4 جهات متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح مناقصة لوزارة الصحة بشأن تزويد أدوية، وقد تم استلام 17 عطاء. وفتحت اللجنة مناقصة في قطاع الطيران لشركة مطار البحرين، وتم استلام 9 عطاءات لهذه المناقصة. وفيما يخص قطاع النفط والغاز فقد تم فتح عطاءات 3 مناقصات لشركة تطوير للبترول. وأخيرا فتحت اللجنة مناقصة لشركة توسعة غاز البحرين الوطنية بشأن التعاقد لمدة 5 سنوات للقيام بأعمال الصيانة من قبل شركة سيمنز، وتم استلام عطاء واحد لهذه المناقصة. حصلت شركة البحرين فارما على موافقة لبدء الإنتاج التجريبي للأدوية سعيا للحصول على حصة من صناعة الأدوية البالغة 20 مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري من قبل الشركة المصنعة للأدوية بقيمة 30 مليون دولار في سبتمبر من هذا العام. ووفقا لتقارير قطاع الصيدلة فإنه يتم استيراد 80% من المنتجات الصيدلانية التي تباع في المنطقة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن تؤدي موازنة هذه النسبة إلى فرصة كبيرة للصناعة المحلية. دشنت شركة البحرين الوطنية للتأمين BNI خدمة التأمين من السيارة، وهي الأولى من نوعها في مملكة البحرين، والتي تتيح للزبائن إمكانية إجراء معاملاتهم التأمينية وهم في سيارتهم. ويمكن للعملاء إجراء مختلف المعاملات التأمينية بما فيها إصدار وتجديد وثائق التأمين وتقديم جميع التحويلات اللازمة لوثيقة التأمين وفتح المطالبات. وتسعى شركة BNI كذلك جاهدة لتوفير أفضل التسهيلات لعملائها من خلال جعل عملية التأمين سريعة وسهلة. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. احتلت شركة ألمنيوم البحرين ألبا المرتبة الرابعة ضمن قائمة أقوى الشركات الصناعية في الشرق الأوسط لعام 2020، وذلك وفق تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط بعد وصول مبيعاتها إلى 2,700,000,000,000 دولار. وتعد ألبا من أكبر شركات صهر الألمنيوم في العالم، وتنتج أكثر من 1,300,000 طن متر من الألمنيوم سنوياً.
كما توجه الشركة 25% من الإنتاج لصناعة الألمنيوم في مملكة البحرين، ويجري تصدير باقي الإنتاج لعملاء إقليميين ودوليين في الشرق الأوسط وأوروبا والشرق الأقصى والأمريكيتين. كما ويعمل لدى الشركة 3000 موظف، منهم 84% من الجنسية البحرينية.